بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 135. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. انتهينا في الحلقة الماضية إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله من اعتراض بعض أهل البدع أن هناك من البدع ما هو حسن، وقال إن المعارضين لهم مقامان، إما أن يقولوا إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح فالقبيح هو ما نهي عنه وما سكت عنه فليس كذلك، والثاني أن يقال عن بدعة معينة هذه البدعة حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه كما سبق أن الدين هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، وأن التشريع والتحليل حق لله جل وعلا، لا يجوز لأحد أن يدخل فيه، وإنما شأننا ومهمتنا الاتباع. نعم. والامتثال، ولا نحدث شيئا من عند أنفسنا نتقرب به إلى الله والله لم يشرعه، فإن هذا من دين الجاهلية الذين يتعبدون بالعادات والتقليد الأعمى ويتبعون أهواءهم وما تأمر به شياطينهم. أما المسلم الحقيقي فهو الذي يستسلم لله جل وعلا، لأن الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. فمن استسلم لله وحده فهو المسلم الحقيقي، ومن استسلم لله ولغيره فهو المشرك. ومن لم يستسلم لله أصلا فهو المستكبر، والمشرك والمستكبر في النار. هذا في عموم الأمور، وفي جزئياتها أيضا، أي أنه يجب الاستسلام لله في كل شيء والانقياد له، وأن نقتصر على ما شرعه أو شرعه رسوله، ولا نحدث شيئا من عندنا، ولو كان في نظرنا أنه حسن وأنه خير، بل نؤمن بأنه لو كان حسنا أو فيه خير لما تركه الله سبحانه وتعالى، ولما تركه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان هذا موجودا في الجاهلية فإنه يبقى منه شيء في الإسلام، فيكون هناك من يتعبد لله بالمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويقول إن هذا شيء مفيد وفيه خير، ويتلمس له المبررات من هنا وهناك،
ومن ذلك ما ذكره الشيخ هنا، مع كون الرسول صلى الله عليه وسلم حذر وأنذر من البدع وأبدى فيها وأعاد، فكان في كل خطبة يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون. وما معنى كون العبد عبدا إلا أنه يستسلم لله بالعبودية التامة والخضوع التام والانقياد التام، هذا معنى العبودية ومعنى الإسلام. مع هذا وجد في هذه الأمة فئات تبتكر من عندها عبادات ما أنزل الله بها من سلطان وتجادل فيها، ويقولون ليس كل بدعة ضلالة، وهذه معاكسة للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، وهؤلاء يقولون لا، ليس كل بدعة ضلالة، هناك بدع حسنة. إذن يكون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس وافيا ولا مفيدا على هذا. فهم يقولون هناك بدع حسنة، ويرفضون هذه البراهين القاطعة والأدلة الساطعة على ضلال البدع وشرها، وأن الله لا يرضاها سبحانه وتعالى، وأنها مردودة على أصحابها، يأبون هذا، ولا يروق لهم العمل إلا بالبدع. وأما السنن فإنهم يهجرونها، وإن أتوا بشيء منها لم يأتوا به على رغبة وعلى محبة، وإنما يأتون به رسوما فقط، لأن البدع أخذتهم وأخذت رغباتهم. ولذلك كما يأتي ينشطون في البدع ولا ينشطون في السنن، كما يأتي في كلام الشيخ رحمه الله. فيجب على المسلمين في هذا الوقت وما بعده من الأوقات أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يحاربوا البدع مهما كان مصدرها ومهما كان من قال بها، لأنه لا قول فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنهم مع هذا يدلون بشبهات يعارضون بها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة، يأتون بشبهات يعارضون بها هذا العموم، ويخرجون ما يشتهون من البدع ويقولون هذا ليس ضلالة، هذا بدعة حسنة. وانظر التناقض، بدعة حسنة، كيف يكون حسنا وهو مبتدع؟ وهو مبتدع، لا، ليس في البدع حسن. فهذا تناقض في ظاهر من تعبيرهم، بدعة حسنة. لو قالوا سنة حسنة ربما ينظر فيها هل هو سنة أو لا، لكن هم يعترفون أنه بدعة ويقولون إنه حسنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: وأما المعارضات، يعني التي يعترضون بها أن ثم بدعة حسنة، فالجواب عنها بأحد جوابين: إما أن يقال إنما ثبت حسنه فليس من البدع، فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه. نعم، هذا الجواب الأول، في أنه إذا ثبت أن هذا الشيء حسن، نعم، أن هذا الشيء حسن، فإن هذا لا يكون بدعة، وإنما يكون سنة. نعم، فإن كل الحسن إنما هو
في السنن، فما كان فيه حسن حقيقي لا ادعائي فإنه يكون داخلا في السنن ولا يكون في البدع، لأن البدع ليس فيها حسن وإنما فيها قبح وضلالة. فلو ثبت أن هذا الشيء الذي يعنونه أنه حسن قلنا هذا داخل في العموم فهو ليس بدعة، لأنه لا يكون شيء حسن ويكون في نفس الأمر بدعة كما سبق. نعم. وإما يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم، ذاك إن ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه، وإما يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص. هذا جواب آخر، أن يقال ما ثبت حسنه فإنه يكون مخصوصا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فيقال هذا مخصوص من العموم إذا ثبت حسنه. نعم. فالجواب من وجهين، الوجه الأول أن يقال ما كان حسنا فهو داخل في السنن لا في البدع، لا في البدع. الجواب الثاني أنه إن ثبت أنه حسن فإنه يكون مستثنا من العموم، من العموم، والمستثنى من العموم لا ينسخ العموم جملة، وإنما يبقى ما لم يتناوله الاستثناء باقيا على أصله. نعم. قال فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص. وحينئذ إذا قلنا إن ما كان حسنا فهو مخصوص من العموم لا يكفي فيه الدعوة. نعم. بل لا بد أن يقيم دليلا على أن هذا الشيء حسن، دليلا من الشرع لا من العادات والظنون، دليل من الشرع، حينئذ نقول هذا مستثنى من العموم، دليل على التخصيص. هي دليل على التخصيص بدليل، ما هو بكلام الناس، بدليل من الشارع أن هذا الشيء حسن. نعم. وإلا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجبا للنهي، وإلا يبقى العموم على ما هو عليه إذا لم يقيم دليلا على حسن هذا الشيء وسلامته من الآفات ومن المعارضات، حينئذ نقول إنه مستثنى من العموم ويكون هذا بدليل، لأن التخصيص لا يكون إلا بدليل، ما يكون التخصيص بغير دليل. نعم. من الشارع. نعم. ثم المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، هذا لئلا يقولوا إنه حسن بدليل إن جربناه وأنه أو فلان أو أن فلان قاله أو أن عليه الناس، ولو كان ليس حسنا ما صار عليه فلان ولا الكثرة من الناس، كل هذا كلام لا يروج في سوق الاستدلال أبدا، إنما الأدلة تخصص بالأدلة، الأدلة تخصص بالأدلة من كلام الشارع. نعم. لا مما استحبه الناس أو استحسنه الناس، قد يستحسنون شيئا قبيحا. نعم. قال ثم المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. نعم. المخصص لا بد أن يكون من الشرع، لا يكون من قبل الناس وأوضاع الناس وعادات الناس، هذه ليست مخصصة، لأن الشرع حاكم على الجميع، ولا تحكم العادات والتقاليد على شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ونحو ذلك، فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعارض به. نعم. ما عليه الناس أو الكثرة من الناس أو حتى العلماء. نعم. ما عليه أحد من العلماء والعلماء الأجلة أيضا. نعم. مجرد كونهم عليه وأنهم يستعملونه لا يدل على مشروعيته، حتى يأتي دليل من الكتاب أو من السنة يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. ولا شك أن الآيات والأحاديث يأتي فيها عموم وخصوص، يأتي فيها مطلق ومقيد، يأتي فيها ناسخ ومنسوخ، فكلام الرسول كلام الله وكلام الرسول فسر بعضه بعضا،
ويقيد بعضه بعضا ويخصص بعضه بعضا وينسخ بعضه بعضا إلى بضوابط النسخ المعروفة. فالكلام أننا نتعامل مع الأدلة ولا نتعامل مع عادات الناس وتقاليدهم حتى ولو كثروا. الكثرة لا يحتج بها من غير دليل. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لماذا؟ يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ليس عندهم أدلة إلا أن فلان عمله وفلان عمله، فلان جربه وفلان. هذه ليست أدلة أبدا في أمور الشرع. نعم. وأشرتم إلى أنه حتى لو كان عليه بعض العلماء الأجلة. نعم، ولو كان عليه بعض، لأن العلماء يخطئون ويصيبون، ليسوا معصومين. نعم. يحصل منهم خطأ، أو بعضهم إذا رأى الكثرة عليه اندمج معهم لأمر من الأمور. فالحاصل أن عمل الناس لا يؤخذ به حتى يكون عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الأصل. وإذا أعملنا هذا الأصل استرحنا. نعم. استرحنا من كثير من الأمور والبدع، وسلم لنا ديننا أيضا. الله. لكن كثير من الناس ما يقنعهم هذا ولا يرضيهم، لا بد أن يدخلوا كلام فلان وفعل فلان وعلان يدخلوه في المشروع، وهذا هو الذي أضل الناس، أضل كثيرا من الناس. نعم. قال رحمه الله: ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد. نعم، هذا هو الثمرة في أن الكثرة وما عليه الناس وما عليه بعض العلماء لا يحتج به ما لم يكن هناك مستند شرعي من كلام الله وكلام رسوله. فالكثرة ليست حجة، الحجة بالدليل ولو لم يكن عليه إلا قلة أو حتى ليس عليه أحد في بعض البلاد. الحجة إنما هي في كلام الله وكلام رسوله. كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. شوف، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم. تبع هداي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، والعياذ بالله. فنحن لا ننساق مع التقاليد والعادات دون أن نحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أفعال الناس وتقاليدهم. أما كثير من الناس فعلى العكس، يحكمون العادات والتقاليد وما عليه الناس على كتاب الله وسنة رسوله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. قالوا: لا، ليس كل بدعة ضلالة، بدليل أن هذا الشيء عليه كثير من الناس، فيحتجون بالكثرة ودون دليل. هذا هو الذي ضيع الدين وخرب الدنيا على الناس. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فهو مخطئ في هذا الاعتقاد، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة. أولا، أن الكثرة ليست حجة ما لم تكن معها دليل من كتاب الله وسنة رسوله، وحتى لو كانت قلة معها دليل فالحق معها، والكثرة تكون على ضلال على خطأ. هذا هو المقياس. فإن الله جل وعلا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا هو الضابط الذي من سار عليه استراح وأراح، ومن تركه وصرف لعادات الناس ضل وأضل. نعم. وما يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من المسلمين، فكيف بعمل طوائف منهم؟ نعم، إن قالوا هذا عليه كثير من الناس فهو مجمع عليه، والإجماع حجة. نقول: نعم، الإجماع حجة، ولكن الإجماع المراد به الإجماع المنضبط، وهو اتفاق علماء العصر على حادثة
من الحوادث. هذا هو الإجماع الذي ينضبط. والإجماع الذي ينضبط كما قال شيخ الإسلام ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وبعدهم كثر انتشر الناس بعد القرون المفضلة، انتشر الناس يعني في الأمصار وكثرت البدع. فالإجماع الذي ينضبط ما عليه القرون المفضلة، وما بعد القرون المفضلة فلا يمكن ضبط الإجماع لانتشار الناس في فجاج الأرض وفي البلاد الواسعة. وفي من الذي يضبط أن الناس أجمعوا في المشرق والمغرب والشمال والجنوب؟ صعب هذا أو مستحيل. بينما كان في القرون المفضلة هذا سهل، لأن العلماء متوافرون في كل مكان، ولم تتسع رقعة الإسلام هذا الاتساع الذي جاء من بعدهم، فهو إجماع منضبط. أما ما بعده فهو ظني، ليس منضبطا، يكون ظنيا. هذا لو قيل إن هذا إجماع، مع أن البدع ليس عليها إجماع، لأنه لا يزال ولله الحمد فيه من ينهى عنها ويحذر منها في كل وقت، فلم يحصل عليها إجماع أبدا. إنما هو إجماع عشاق البدع فقط. أما الذين يتبعون الكتاب والسنة فهؤلاء لا ينقطعون، يوجدون في كل زمان ومكان يحذرون منها من أجل أن تقوم الحجة لله سبحانه وتعالى على عباده. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك، بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أوتوه من العلم والإيمان، فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من على عادات أكثر من اعتمدها عامة؟ نعم، أو من قيدته العامة. هذه مسألة مهمة، وهي الاحتجاج بعمل أهل المدينة. لما كانت المدينة هي بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها سكنه وفيها مسجده عليه الصلاة والسلام، وأهلها هم أتباعه وأنصاره. فالإمام مالك يرى الاحتجاج بعمل أهل المدينة، يراه من الأدلة التي يستدل بها، فما عمل به أهل المدينة فإنه يحتج به على غيرهم، لأن أهل المدينة لهم خاصية على غيرهم من البلاد. وأما الجمهور فيقولون أهل المدينة وغيرهم سواء، المسلمون سواء في كل مكان، ولا خاصية لعمل أهل المدينة. فعمل أهل المدينة إن قام عليه دليل من الكتاب والسنة فهو حق وصواب، أما إذا لم يقم عليه دليل فمجرد كونه عملا لأهل المدينة لا يجعله حجة على غيرهم، لأن العلماء كلهم سواء، سواء في المدينة أو في مصر أو في الأندلس أو في الشام، كلهم سواء، لا ميزة لبعضهم على بعض، وليس بعضهم حجة على بعض، إنما الحجة في من معه الدليل سواء كان من أهل المدينة أو من غيرهم. نعم، فإذا كان العلماء لا يحتجون بعمل أهل المدينة على فضلهم في عصر مالك وشرفهم وفي عصر مالك، لا يحتجون بعمل أهل المدينة وهم جمهور أهل العلم، فكيف يحتج بعمل الدهمة والكثرة من الجهلاء والكثرة من أصحاب الأهواء؟ نعم. قال: فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة أو من قيدته العامة؟ نعم، إذا كان عمل أهل المدينة على فضلهم وشرفهم لا يحتج به على غيرهم، كيف يحتج بعمل العامة والدهمة والمقلدين على غيرهم؟ نعم. أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم، لا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى، كيف يحتج بعمل الدهمة وعمل العوام وعمل أصحاب الأهوى والرغبات وعمل من يريدون الرئاسة؟ نعم، يفتون بهذه الأشياء من أجل أن يكونوا مرجعا للناس ويكون لهم رئاسة ولهم شان، أو يكون لهم طمع مطامع الدنيا، كيف يحتج بعمل هؤلاء
ما دام أنه مخالف للدليل أو ليس عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله، ومن المعلوم والقواعد المقررة أن العبادات توقيفية، العبادات توقيفية لا يؤخذ منها إلا ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، بخلاف المعاملات والعادات فإن الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه. نعم. قال: لا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى، ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله ورسوله. نعم، المترأسين لا يؤخذ بقول الرؤساء المترأسين بالعلم وهم ليس عندهم علم، ترأسون بجهل ويترأسون لأغراض الله أعلم، الله أعلم بها، ويقال هؤلاء أئمة وهم من أولي الأمر الذين قال الله جل وعلا فيهم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا أولو الأمر العلماء، فالعلماء من أولي الأمر، فهؤلاء ليسوا من أولي الأمر لأنهم جهال، لأنهم ترأسوا بالجهل، فلا يدخلون في أولي الأمر من العلماء. نعم. ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله ورسوله، ولعلهم عندهم نقص في الإيمان بالله ورسوله، فكيف يتخذون قادة وأئمة احتجوا بأقوالهم وعندهم نقص في الدين والإيمان؟ نعم. أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل من غير روية، أو يكون بعض العلماء المحققين دخل معهم، فقد تطوف بعض الأمور على بعض العلماء المحققين فيدخل معهم في هذا، هذا ليس حجة وإن كان عالما تقيا. نعم. إذا دخل معهم في ما لم يشرعه الله، لو فرض هذا فإنه لا يحتج بذلك، لأنه قد يدخل معهم عن غفلة أو عن حسن ظن بهم أو مداراة لشرهم أيضا، فهذا لا يحتج به وإن كان عالما. والضابط في هذا أن ما خالف الدليل فإنه لا يحتج به كائنا من كان. نعم. قال: أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين. أو دخلوا معهم لشبهة سوغت لهم الدخول معهم، كما ذكرنا أن يكون من باب المداراة أو من باب عدم إثارة النزاع أو عدم روية أو عدم ترون في الأمور واستعمال للفكر الصحيح. المهم أنهم على كل حال من خالف الدليل لا يحتج به كائنا من كان. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. شكر الله لشيخنا الشيخ صالح بفوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.